السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الشرح السابق من عملية رندر قمنا بالتكلم عن الإعدادات الفيراي والإضاءة، والآن سنبدأ الآن بعمل تكستينج. أولا سنقوم باختيار الفلور، نضغط على Shift H. أولا سأقوم بإظهار سكرين كاست كي لترون جميع العمليات ليكون أسهل أن تتابعون. نذهب إلى أدون سكرين كاست كي. أوكي، نقوم بضغط صح سيف. الآن نقوم بتفعيل سكرين كاست ستار ديسبلاي. سأضغط على شيفت إيش لنعمل فقط على الفلور. نختار الفلور، نختار، نذهب إلى الإديت مود. أوكي، سنختار بلانر سي، قم ب أعرف لماذا user preference editing interface retrospective input scalable. أوكي، اليوم سأقوم ب بعد اختيار فلور سأقوم بعمل سبريت ليكون أسهل. بعد ذلك سأقوم بحذف إكس فيس. أقوم باختيار شيفت إيش أيضا. سنقوم الآن بعمل العمل على الفلور. نذهب إلى توب فيو، سنقوم بعمل تقسيم الشاشة split area. أضغط على N T لا أعرف لماذا سريع جدا. User Turn to Scale Continue. Add. أظن المشكلة هنا. Good. تدعم زوم باوز بوزيشن روتيت جلوبال بيف. المهم سأقوم ب سريع جدا، ولكن نذهب إلى إيمج، نذهب إلى يوفي، أضغط على يوفي سمارت بروجكشن، أو يمكن أن نقوم ب بروجكت فروم فيو. نضغط تي، تي هنا، نوب، اوكي، كونفورم، اوكي، ان تي لإخفاء النوافذ، ان تي. الآن سنذهب إلى الماتريال، بعد ذلك نذهب إلى التكستشر. نفس الشيء نختار image، سأقوم باختيار image texture document 3D texture material viray. سنختار هذا texture، سأظن سأختار طبعا. اوبن، سنختار من 40. اوكي، نختار، نذهب الى تكستشر مود. اوكي، نختار A لاختيار الكل.
من سكيل. اوكي نختار زيرو. لماذا المنطقة السوداء؟ سنرى إن كانت ستظهر في رندر. نختار UV. اوكي ديفيوز. أولا سأقوم بعمل تست رندر يرى Alt هاش لإظهار جميع المكونات. أقوم برندر. لا بأس كبداية. سنقوم الآن بعمل تكسترينج للعناصر الأخرى. أولا بعد نذهب إلى الطاولة. دخلت UV. ربما نضغط Shift H. الطاولة سأقوم ب ذهاب إلى Edit Mode. سأقوم ب فقط إظهار اوكي نذهب الى نابس. اوكي سنختار نيو ايمج. ود سنقوم ب روتيت 90 ديجري. اوكي اختار UV. كنترول اس سيف زد الت هاش. نقوم الان ب شيفت ربما اختار هذه. شتنش ارش مودز. اوكي التاش ربما اختار أرشمود. سأترك كمان. سنقوم بعمل شتيج واحد. تكستير دوكيمنت دي. أرشمود. Edit mode Smart Projection View أو From Projection From View. اوكي
connection from view. Like okay. Dollar save touch T سنختار أيضا سنقوم بإصلاح خطأ هنا شفت ايش نضغط فيرتكس مود قوم بعمل سي ميد الموس اكس فيرتكس كنترولز سأقوم ب السلام شفت ايش نقوم بعمل رندر كنترول اس سيف سنقوم ب انجز ماب ديتا انهانسمنت Inclusion. For the news social. Okay, no combi. نقوم بكنترول سيف اند هيت رندر لقد انتهى الرندر والنتيجة لا بأس بها سنقوم الفلور لازم تصغير المقاس بعض الشيء سنقوم بوضع انعكاس للفلور وللطاولة أيضا أولا نذهب إلى البلندر هناك بعض المزايا في
اي 2.0، يمكن تغيير إضاءة المشهد بالضغط على هذه الأزرار. هنا يمكن استخدام Color Level Correction، هنا Use Color Curve Correction، هنا Use Exposure Correction. هنا يمكن Display Coloring sRGB Space. سأقوم ببعض التغييرات، أقوم برفع، يمكن نرى التغيير. نقوم هنا الشيء سنقوم ببعض التعديلات. أولا سنقوم باختيار الفلور Shift Edge Hide Everything. يمكننا تغيير النكاس. أولا سأقوم بتغيير المقاسات بعض الشيء. أذهب إلى Texture Mode أو يكفي Control Save. كما قلت يمكن السيطرة أو على Reflection Floor من هنا، من Reflection و Refraction. يمكن زيارة الموقع التالي، هذا الموقع التالي، أو نذهب إلى Example، بعد ذلك إلى Gray Material. يمكن هنا أن نرى the reflection color parameter. الإعدادات هنا reflection 0، هنا reflection color gray 128 128، reflection color is white. يمكن نرى أن الجسم ينعكس انعكاسه شديد. هنا reflection glossiness، وهو هنا يمكن أن نرى عند glossiness 1 reflection، وكان نقول أنه نقي. والرفلكشن هاي اكسكريسنس 0.8، نرى بعض البلور. والرفلكشن 0.6، ولكن في حال يمكن استخدام رفلكشن اوبشن، ولكن سأقوم باختيار التكستير. نذهب إلى التكستير، سنذهب إلى أولا سنختار تكستير، لكن سنختار V-Ray، سنختار Fresnel Reflection UV Gray Gray تقريبا Color. هنا سأترك الإعدادات كما هي. هنا سنذهب ونختار Reflection، سنضع Glossiness 0.5 and Reflection يمكننا تقريبا. كنترول سيف. الت هاش الت هاش. سأقوم بعمل نفس الشيء للطاولة. سنذهب لا الطاولة، ربما سأقوم ب reflection. يمكن لاحظت ما حدث reflection بعض الشيء. reflection اوكي. افكت شادو، لا اعلم لماذا سأقوم بخفض نويز ثريشولد، لأن الرندر يأخذ وقت كبير. ربما سأختار
ايش في explanation، سأقوم بوضع الفاليو print this، سأضع light cache أو clock radius map. No, okay. This base it match base checked sample. وضعنا light cache drop command with sampling prefilter. اوكي الان control save. ربما اقوم ب resolution to send. اوكي لا أعلم لماذا في الصورة ربما أقوم ب اوكي سأقوم بعرض طريقة بعض الشيء. شيفت نقوم ب اوكي اي المهم اخذ العناية بالتفاصيل الدقيقة كهذه التفاصيل لانها هي من تقوم بابراز العمل. ربما اقوم بتغيير اتجاه الشمس. سنذهب الى سايد فيو 3 7 top G هذا من كاميرا كبيرة جدا. اوكي اوكي سأقوم الآن بعمل رندر. انتهى الرندر. في المرحلة القادمة سنقوم بوضع الباسس المختلفة كال ambient occlusion و raw lighting والباسس المختلفة. ربما سنقوم ببعض التغييرات ان شاء الله في الفيديو القادم. للقاء.